ننزه ربنا عن الجهة. يعني الإجابة الإلهية هذا توفيق من الله جل جلاله، لأن التوفيق يأتي من السماء. سيدي وهابي يقول إذا معت الله في السماء قولوا ما شئتم. الله لا في مكان. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. الله يكرمك. حضرتك عندي سؤال، ربنا فين سبحانه وتعالى؟ سماء السابع فوق. الدليل الثاني على أن أهل السنة منحصرون في هذه العقيدة أن عامة علماء المسلمين على مر العصور ينتسبون إلى السادة الأشاعرة والماتريدية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى في عرشه في السماء السابعة، هو مستوى على عرشه، مستوى على عرشه، استواء يليق بمقامه ولا نعلم كيفية. فجمهور الأمة على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي. ربنا فين سبحانه وتعالى؟ فوق. الحمد لله. فوق فين؟ فوق في السماء. الحمد لله. من أهم ميزات عقيدة الإمام الأشعري عقيدة أهل السنة والجماعة، بالمناسبة أكثر من 95% من علماء أهل السنة والجماعة أشاعرة وماتريدية قولا واحدا، أكثر من 95% هذا في أقل التقديرات من أئمة أهل السنة والجماعة أشاعرة. ربنا سبحانه وتعالى فين؟ فوق. فوق الله. ما هو رسول الله لما طلع لسدرة المنتهى. أيوة تمام. وتخلف عنه جبريل عليه السلام. تمام. فطبعا أنا أتخيل إنه لما يعني دخل سدرة المنتهى كان لا يعني تقابل مع الله سبحانه وتعالى. إن المذهب الأشعري يمثل 95% من سكان العالم الإسلامي. أليس هذا فيه اعتراف بأنه مذهب أهل الحق لأنه السواد الأعظم؟ ربنا سبحانه وتعالى فين؟ فوق في السماء الحمد لله. السماء الحمد لله صحيح. جمهور علماء الأمة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم. ربنا سبحانه وتعالى فين؟ في السماء. الله الله الحمد لله. فين؟ في السماء. جمهور هذه الأمة الأشاعرة. ربنا فين؟ فوق. يعني جوكيه عبيط يعني. لا والله يا حاج، والله لأفلك، والله مخصوص لأفلك يا حاج. هو بيقولوا فاكريننا عبيط يعني، بلاش تسأل ناس ناس. والله حاج المجنون والأهبل اللي معاه شهادة وما يعرفش ربه فين. ليس الأزهر وحده أشعريا، الأمة الإسلامية أشعرية. ربنا سبحانه وتعالى فين؟ هو طيب أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعرة الماتريدية. ربنا فين يا حاج؟ فوق في السماء الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى فين؟ سؤال سهل. فوق في السماء الحمد لله. الأشعرية يقولون نحن لا نقول بخلق القرآن، صحيح؟ أي قرآن؟ عن تتكلم؟ أي قرآن؟ وخلق الله الكلام والقرآن. اللفظ المنزل، نعم، المركب المنظوم المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، هذا قطعا ينبغي أن يكون محدثا. محدثا يعني مخلوقا. من العقلاء محدث يعني مخلوق. نعم. القرآن كلام مين؟ كلام ربنا. القرآن كلام من؟ كلام الله. قاله بصوته. كلام قاله بصوتي. مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا، القرآن ليس مخلوق. ليس مخلوق الحمد لله. كلام الله. تجد أن أهل السنة وجماعة قد الأشعرية والماتريدية يمثل كم في أمة النبي؟ يمثل أكثر من 90% من أمة النبي. القرآن كلام من؟ كلام الله. القرآن كلام من؟ ربنا. كتاب ربنا سبحانه وتعالى. جوائي قرآن. قرآن. القرآن بقى كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. قاله بصوته أكيد. إيه طبعا أكيد يعني. القرآن كلام مين؟ كلام ربنا. القرآن كلام من؟ كلام الله. قاله لجبريل. صحيح. بصوتك. قالوا جبريل، وجبريل وصلوا لمحمد. الله يبارك. القرآن كلام مين؟ وربنا طبعا. كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه ايه؟ قرآن يعني. القرآن كلام مين؟ كلام ربنا يعني. كلام ربنا. كتاب الله عز وجل كلام مين؟ كلام ربنا. كلام ربنا. قالوا بصوته الحمد لله. بفضل الله. القرآن كلام مين؟ كلام الله. كلام ربنا. كلام ربنا. قالوا بصوت الحمد لله. الحمد لله. كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل ليس مخلوق. لا طبعا. الحمد لله. القرآن كلام من؟ كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. كلام ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. القرآن كلام مين؟ كلام ربنا. الإنسان في المجلس وفي الصبيان وفي كذا، هل الله تعالى يضحك؟ يا هذا أنت لا تدخل، إيش تخرف هذه المسائل. ويبقى وجه ربك أي ملكه، ويبقى وجه ربك
أي ذات ربك. الله تعالى لا يوصف بالشكل، له وجه طبعا طبعا. الحمد لله يضحك الله عز وجل. يضحك ربنا، بيقول على نفسه ايه الكون، ارض وكواكب ونجوم وسماوات، كل هذا الكون على كف الرحمن، بس ما نقدرش نقول اقل من كده. ربنا سبحانه وتعالى جميل طبعا، جميل الحمد لله، هو جميل سبحانه وتعالى. سبحان الله جميل ويحب الجمال. ربنا سبحانه وتعالى له وجه، يعني لم يره احد. اكيد لم يره احد، بس ليه وجه ولا لا؟ اكيد طبعا ليه وجه. ربنا سبحانه وتعالى جميل طبعا، جميل حكم الجمال الحمد لله. هل الله عز وجل يضحك؟ يضحك يضحك سبحانه وتعالى. ما تعرفش، سامحني. ولا يعني بالعكس، لما تقول يعني طبعا اعتذر طبعا، انا ما اعرفش، لكنه الله بيفرح. نعم بيفرح، ربنا جميل، اجمل من كل اجمل من الجمال اللي هو خلقه. ربنا سبحانه وتعالى له وجه، خلق الجبال ما يبقاش جميل. ربنا سبحانه وتعالى له وجه، الواحد يلومه بالحب جادل. له وجه طبعا، له وجه. وجه ربنا الكريم، ده احنا بندعي في كل دعاء، اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم. ربنا سبحانه وتعالى له وجه، وجه كريم من النور. ربنا سبحانه وتعالى له وجه، ليه وجه نور، يعني له وجه. ايوه ما نقدرش نشوفه، صحيح حاليا ما نقدرش نشوفه. ربنا سبحانه وتعالى له وجه، له وجه، هل هو جميل؟ هو جميل الحمد لله. الحمد لله. حضرتك اشعري او ماتريدي؟ نعم. حضرتك اشعري او ماتريدي؟ اشعري او ماتريدي؟ ما تريدي؟ معرفوش. في فرقة اسمها ما تريدي، ما تعرفش عنها حاجة؟ نهائي، يعني أنا وسطي، يعني الحمد لله سني وسطي، مسلم سني وسطي. حضرتك أشعرية ولا ما تريدية؟ يعني أشعرية ولا ما تريدية؟ تمام، هي دي الإجابة الصحيحة أساس. حضرتك أشعري أو ما تريدي؟ لا أنا مسلم على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرتك أشعري أو ما تريدي؟ أشعري أو ما تريدي؟ أو ما تريدي؟ لا لا ما اعرفهمش الحمد لله. اشعري او ماتريدي؟ لا ما تعرفش، دي الاجابه الصحيحه انك ما تعرفش. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك اشعري او ماتريدي؟ ايه حضرتك اشعري ولا ماتريدي؟ تمام ما تعرفش، يعني ممتاز. حضرتك اشعري او ماتريدي؟ نعم اشعري او ماتريدي. لا ما اعرفش ايه اشعري ولا ماتريدي. حضرتك اشعري او ماتريدي؟ لا ولا أشعري ولا مدير عن المسلم. السلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبطر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا، رجاء للمثوبة في مآل.